تقول انا جدع، وبعدين اشتبهت فيها وقلت لك راجل متخفي. انت قلتي انا جدع؟ انا اسمي سنية وابويا اسمه الجدع. فيها حاجه لما اجيب سيره ابويا؟ بس انت ما تعرفيش ان هنا ممنوع تجيبي سيره اي راجل على لسانك؟ خدوها على السجن. ايه انا جدع انا جدع. وانت تهمتك ايه؟ اسالي. ايه انت ايه؟ بني ادم هكون ايه؟ انت ست ولا راجل؟ ست مش باين عليا. امال صوتك؟ صوتي خلي تربينا. ياسين. نعم. يظهر ان احنا هنضطر للهبوط. طب مش قبل ما نهبط نعرف احنا هنهبط فين؟ ولا هنهبط كده خط لاز؟ ده هبوط اضطراري، ما يهمش هنهبط فين. استعد. اديني مستعد. اهبط والنبي تا 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 وحياة ابوك. فين دلوقت؟ على الارض. مال وشك اصفر كده؟ اصلي شجاع. خليك انت هنا وانا هروح ادور على بنتين. من فضلك يا هانم. يا ماما مين؟ خايفة من ايه؟ انا بني ادم زيك تمام. وملامحك غريبة وصوتك غريب. الله، انت بتكلميني بصيغة المؤنث ليه؟ امال عايزاني اقول لك ايه؟ صوتك تخين ليه؟ لاني راجل. راجل؟ يا ماما مستحيل تكون راجل. غريبة ليه؟ لأن الراجل شكله زي الوحش، زي الغول، زي الثعلب. وانت شكلك مش كده. ومين اللي قال ان الراجل يبقى بالشكل ده؟ كل الستات والبنات اللي هنا. ليه؟ هو انت ما سبقلكيش شفت راجل قبل كده؟ ابدا عمري. اصل ماما جت هنا وانا لسه صغيرة ببطنها ولدتني هنا، وهنا كلهم ستات في ستات. ستات في ستات؟ هنا هنا فين؟ في مملكتنا، مملكة النساء. انت ما تعرفش ان انت في مملكة النساء؟ غريب. هنا مملكة نساء؟ يعني كل السكان اللي هنا ستات في ستات؟ ايوه. ودلوقتي لو شافك معايا البوليس هتبقى وقعتنا احنا الاتنين زي الزفت. طب اسمعي بس، اسمعي. طب قوليلي بس، يعني هيعملوا فينا ايه؟ هيحبسونا، هيرمونا في السجن. عال، انا مستعدة اتحبس معاكي مؤبد. اعمل معروف، سيبني وروح لحالك. لكن قولي انت جيت هنا ازاي؟ طلعت من الارض؟ لا لا، نزلت من السماء. ازاي؟ شوف يا ستي، بقى انا طيار، على فجأة البنزين خلص مني اضطريت انزل في مملكتكم. قوم من هنا، اهرب من هنا، سافر من هنا، ما تقعدش هنا. وانا مش منقول من هنا. مستحيل، مش ممكن، ممنوع لأي واحد يستوطن هنا. بسيطة، هقدم طلب. طلب ايه؟ هطلب التجنس بالجنسية النسائية. مستحيل. اسمع، استناني هنا، هروح اجيب بنزين واجيلك على طول. اجي معاكي. ما اقدرش. وانا مش معقول اجي لحد هنا في مملكة النساء وما اتفرجش عليها. خديني معاكي وارجع على طول. مستحيل، مش ممكن. اذا شافك البوليس معايا هقول له ايه؟ قولي لهم ده اختي. اختي؟ لكن انت لابس لبس غريب عننا. لابسين البلوزه دي وحلق وعقد بأسمع بقى، انت زودتها قوي. لو ما كنتش حاسبني بعد ما اقول واحد اتنين تلاته هصرخ وحندها البوليس. واحد
مفيش منقول. اتنين. دي عقد وحلقة هم وبروش البسه. استنى هنا لما اروح اجيب لك البنزين. لا يا اختي انا اخاف استنى لوحدي. اعملي معروف فرجيني على الاقل على المملكة بتاعتكم. مش ممكن، اصل لو حد سمعك بتتكلم بصوتك الخشن ده هننفضح ونروح في داهيه. لا 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 ما تخافيش. طب اسمع، رفع حسك. رفع حسي؟ حاضر يا اختي. كويس كده. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ فريد. فريد؟ لا 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 بلاش فريد دي، خليها فريد. فريده، عيوشه، اي حاجه، بس المهم فرجيني عن المملكه بتاعتك. غريبة أوي، المملكة كلها ستات، البياعين ستات والعساكر ستات وكله ستات في ستات. مش قلتلك إنها مملكة النساء؟ دي حاجة حلوة أوي. أوه كوميستا سينيورينا، استبينة. بني جراتسي. تانتو بياتشيري، أريب الدينة سينيورينا. صباح شريف يا فندي. صباح شريف مدام. بكام لمون؟ 2 سكس. بكام دوندورمان؟ 4 سكس. بكام برتقان؟ 3 سكس. إذن هات كوباية مية. تشكر يديري مفنزي. Where is Dinesh? It's so nice to see you today. I hope to see you again tomorrow. Goodbye, my dear. Cereal, till tomorrow. اتنين ليمون. قوليلي ايه اللغات الملخبطة دي؟ هما الستات دول جنسهم ايه؟ المملكة فيها ستات من كل جنس، لكن يجمعهم جنس واحد، هو جنس المرأة. ومين النصحة اللي فكرت في المملكة دي؟ أسستها عدوة الرجالة رقم واحد علشان تبقى ملجأ لأي ست هجرها حبيبها أو غدر بها زوجها أو غدر بها أي راجل، وهي الملكة على كل الستات دول. لكن بذمتك انتوا مبسوطين هنا في المملكة بتاعتكوا دي؟ طبعا، ليه لأ؟ الست هنا تقدر تنسى متاعبها وألمها في وسط بنات جنسها بعيد عن الرجالة. كرامتها محفوظة، عزة نفسها، تتعب وتشقى علشان تعيش من عرق جبينها، ومفيش أي راجل له أي فضل عليها. أما تخريف ستات صحيح. رفع حسك. ده مؤاخذة يا أختي، أصل صوتي تعبان شوية. يا اخويا هو راح يجيب البنزين منين؟ من امريكا؟ يا فريد، يا استاذ فريد غير اطرش. يا فريد يا انت فين يا ابني يا فريد؟ يا فريد افندي، يا فريد يا احمى، اخرب بيتك، كل ده راح تجيب بنزين وما ترجعش تاني. كان اقول شو كانت او يا فريد يا فريد. يا فر يا ريشد. ايه ده؟
انا شايف شبح راجل بيتاجر نحو المدينه. راجل؟ طب يلا نقول لرئيس. مش حرام عليك يا فريد؟ الليل راح والنهار ابتدى يطلع وانت ما تجيش لغايه دلوقتي. ايه انت راح تشتري طياره للبنزين؟ يا لهوي يا لهوي. حضرة الرئيس، حضرة الرئيس، شفنا شبح راجل بيدفع على باب المدينة. راجل؟ شفناه بالنظارة. خدوا الفرقة بجميع السلاح وقبضوا عليه. حاضر حاضر يا فندم. توسل أفندم، اضرب الصفارات الخطر أوان. إيه ده؟ دي صفارة الإنذار. إيه يا سامح؟ لازم أعرف منك راجل. وبعدين؟ اسمع، تعال أما أهربك. منين؟ من التاني المعجون. يا سود انا باين هروح في داهيه. انتوا ايه؟ بوليس. بوليس؟ اموت في الحكومه، ده انا عمري ما شفت بوليس بالجمال ده كله. اعملوا معروف، خدوني احبسوني عندكم. سلم نفسك. سلم نفسي لمين؟ الفرقه كلها. يا نهار اسود، انت ما تعرفيش يا مدموزيل ان احنا عندنا في الشرع الواحد ما يقدرش ياخد غير اربعه بس. اقبضوا عليه. الله، تقبض عليا بمناسبه ايه؟ عملت ايه؟ تجرأت وقربت من مملكه النساء اللي ممنوع على اي راجل يخشها. راجل؟ طب واحنا مالنا يا اختي؟ ما تحسني ملفظك. الراجل قال محنوس. طيب قدامي عند الرئيسة. يلا الرئيسة يا اختي، واحنا يهمنا. يلا الرئيسة يا خلص. والنهبي والنهبي. قطع عليه؟ ايوه يا فندم. اضربوا صفارات الامان اوام. يا اخوات انا وقعت فين؟ الله يخرب بيتك يا فريد افندي. فريد افندي مين؟ يا اختي بردون، ده يبقى جوزي. ايه الكلام ده؟ انت راجل ولا ست؟ راجل؟ اعوذ بالله يا اختي، احنا مالنا ومال الرجاله؟ ولما انت مش راجل لابس هدوم رجالي ليه؟ بردون، اصلي انا كنت بلعب تنس. انا شايفه تحت مناخيرك اثار شنب. لا لا لا، ما تاخديش بالك، دي وحمه. دلوقتي باقي الحقيقه، يلا على الطبيبه الشرعيه. والنبي بلاش الطبيب يا شرعيه. مش عايزه كتر كلام، على الطبيبه الشرعيه. والنبي ينجح لك النقط. تعالي تعالي اتمتع سوا بالحياه الزوجيه الجميله اللي اعترفت بيها جميع الاديان. انا مستعد اتجوزك حالا، ايه رايك؟ قولي. فريد انا خايفه. خايفه؟ خايفه مني؟ لا، خايفه عليك. ما تخافيش عليا. تعالي. لسه خايفة؟ لا أبدا، مش خايفة ولا حاجة. ادخلي. الحمد لله، أهو على الأقل يا أختي لقينا راجل نعرف نتفاهم معاه. راجل؟ فين هو الراجل؟ حضرتك فشر. انا ست ولا كل الستات؟ بقى انت ست؟ انت ده انت ست اشهر، ده انا جنبك ابقى هيدي لما بلاش قلة ادب. ايه الحكايه؟ شفنا شبح راجل يتقدم نحو المدينه، قبضنا عليه. حضره السيده مشتبهه في امره. طيب اتفضلوا اتفضلوا انتوا بره. اوعوا تتفضلوا، حسبوني وهي الست المخبوله دي. شكرا. طيب ابوس رجلك يا حضره الدكتوره. احسن. الصوت تخين ليه؟ ايوه الصوت تخين يا اختي، اصلي باكل نشويات. والشعر قصير ليه؟ اصلا كنت محبوس. اقلعي. بقول لك اقلعي. لا ما اجيش بقى منه يا حضره الدكتوره، الحكايه وما فيها انا ما اعرفش بلدكو دي، فدخلتها عمياني. انت راجل؟ ايوه راجل. تعالى لي يا حبيبي. ابي فين يا وليد؟ تعالى جنبي. انا من زمان وداني مشتاقه تسمع صوت راجل. يا مرحبا. عينيا مشتاقه تشوف راجل. يا ولي اختشعي. ما تبقاش قاسي، ما تبقاش حجر، اتقي الله في قلوب العذاره. عذاره؟ بقى انت عذاره انت؟ ما تخافش. انت عذاره ايه؟ ما تخافش مني، ده انا رقيقه موت. وانا كمان كل ما بشوف خلقتك موت. بقى
اسمع. وادي وهم. اختار لك حاجه من الاثنين. يا اما تحبني واكتم سرك، يا اما هقول لهم على الحقيقه ويحكموا عليك بالاعدام. اخترت ايه؟ انا ولا الاعدام؟ ما هما الاثنين واحد، وعلى العموم انا افضل اتعدم بشرفي ولا اتعدمش على ايديك. يهون عليك شبابك، تهون عليك الدنيا. انت لازم تعيش، لازم تتمتع. الموت وحش، مخيف مخيف. والله كلامك معقول يا تيزا. امر لله، خلاص وافقت. ومن لم يمت بالسيف مات بحضرتك. انا هكتب لك تقرير لصالحك يا حبيبي. متشكر حبيبك في حبك يا رب. خلاص تم الكشف والنتيجة مدام. مبروك يا اختي. الله يبارك فيك يا روح اختي. التقرير اهو، وصلوه للرئيسة وقولوا لها ان المدمازيل تعبانة شوية، بعد ما تتم التحقيق معاها تبعتها لي هنا على المستشفى. امرك يا فندم. قدامي يا كتكوت. كتكوتة يا روح كتكوت. انا يا حبيبة الله. انا اتفضلي يا اختي. خلاص يا فندم، فين تقرير الطبيبة الشرعية؟ اتفضلي يا فندم. عال عال الحمد لله. ودلوقتي بقى نبعتك المستشفى تستريحي زي ما قالت الطبيبة الشرعية. روحي ربنا يخليكي يا صبية، ويكفيك شر ولاد المؤذية، وأولهم الطبيبة الشرعية. يا باي اللي بتبيبه ايدك كفا نو لا. أمل انا نام هنا. كنت تعبانه فراحت عليك نوم. طب يلا بقى. يلا على مهلك. يلا بقى نطير من هنا. هنطير بس لما يرجع زميلي ياسين عامل اللاسلكي. صباح الخير. يوم قوم اصحى يا حبيبي بقى. اصحى النهار ضيع. اديني صحيت اهو. ايه اللي مخليك ملبسان الهدوم اللي زي الزفت دي والنيله اللي على دماغي دي؟ عشان محدش يشك لما يشوف سحنتك الرجالي. ومحدش شك ليه لما شاف خلقتك العجالي؟ وبعدين معاك يا يويو. يويو؟ مش اسمك ياسين؟ يبقى اسم الدلع بتاعك يويو. طيب يا حوح. حوحه؟ ايوه انت مش اسمك حميده؟ يبقى اسم الدلع بتاعك حوح. خفيف يا مضروب. روحي لا تنشك في ايدي. قوم بقى اقلع والبس الهدوم بتاعتك اللي انا جايبها لك عشان تحضر العيد السنوي للمجيده. كده؟ يا صلاه النبي. عن اذنك بقى راح اغير هدومي. لا انت احسن طريقه تغيري خلقتك. روح يا شيخ. ربنا يرزقك في كل خطوة بقشرة موز عشان تفضلي تتزحلقي كده على طول. ألو؟ ألو؟ يا باي ايه الصوت الخناشيري ده؟ مين؟ ده مش ممكن يكون صوت حريمي أبدا. لو شرفك يا أختي ده حريمي وبكعبة عالي. لكن انت صوتك تخين كده ليه؟ عدم المؤاخذة يا أختي، أصل قمت من النوم لقيت المخدة محشورة في بقي ومن تغفيلي بلعتها. تعرفي إن دمك خفيف قوي؟ هنا السنترال القصر الملكي، إذا كنت جاهزة انزلي حالا عشان تحضري الاحتفال. أيوة يا أختي جاهزة. أيام ريدي. الجوف
كتير. لا 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 يفتي. انت بتجري على فين؟ اسكتي. مش العسكريات كانوا حيقبضوا عليا؟ يا عبيطه دول بيحيوك. حيوني ايه؟ حيوني بالسلاح. تحيه ملكيه. ملكيه ايه؟ ده طلعت تحيه كاريوك. خش 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 بقى، ما تخسريش البروتوكول. يلا كل. انا كل. يلا طبعا قسمي يا ماما. يا شابة تعالي ما تتكسفيش، مكسوفة من ايه؟ معلش والنبي يا حضرة الملكة، اصل انا بيحصل عندي انخشاش. لا معلش، بكرة تاخدي علينا قوي. والنبي ما تأخذنيش، اصل انا لسه داخلة في الكادر جديد ينيلني. يا حرام مسكينة. لا معلش معلش ما تتضايقيش، قوليلي يا شاطرة. نعم. وسبتي بلدك ليه؟ بلدك هي الوطن، هي الحمى، هي السكن. طفشني منها الواد حسن، زوجي اللي باعني بلا تمن. به به يا ده والزي. بس يا اختي بس، ما تعيطيش ولا تتقهريش. منهم لله الرجالة اللي رمونا الرمية دي. بس اشطب انتي وهي. صدي عني صدي، ما تعيطوش. قوليلي يا حبيبتي، ايه اللي خلاكي تسيبي بلدك وتجيلنا لحد هنا؟ شربتي مقلب من راجل؟ مقلب واحد بس؟ قولي 30 40 50 مليون. يا ندمتي واستحملتيهم؟ استحملتي المقالب دي كلها؟ يا كبدي عليكي وعلى شبابك اللي راح هدر. يا اختي وفي امان لجنس راجل في الدنيا يا قبلتي؟ ابدا ابدا. رجاله صنف مؤذي. اساليني انا. انا يا ما شربت منهم يا ما اساس. امال انا فتحت المملكه دي ليه؟ مملكه النساء. صدق اللي قال، فتش عن الراجل، ان الرجال شياطين خلقنا لنا. اعوذ بالله من شر الرجاجيل. يا سلام، يسلم بقها اللي قالت الكلام الحلو ده. بقها ايه يا اختي؟ بقه له راجل؟ راجل يا اختي اسمه المعري. المعري؟ يا دي الكسوف. وايه يا اختي اللي عراه؟ اصله يا اختي تملي يكتب اشعاره وهو نايم على البلاش. قطيعه قربي بقى، اما حلفك يمين المملكه. حاضر يا اختي. مستعدية؟ مستعدية يا روحي. طيب ارفعي ايدك لفوق واستعدي اهو، وقولي اللي هقولهولك. هقول يا ستي: وحياة عيني وعافيتي. وحياة عيني وعافيتي. وحياة مامايا وعمتي. وحياة مامايا وايه وايه؟ وعمتي. وحياة. طيب يا اختي وحياة مامايا وعمتي. ما بص الجنس راجل. ما بص الجنس راجل. ولا فكر في جنس راجل. ولا فكر في راجل. ولا احلم بجنس راجل. ولا شرط ده صعب قوي. لا خالص كده. طيب ولا احلم بجنس راجل. يلا قولي معايا. الرجاله غشاشين. الرجاله غشاشين. الرجاله كذابين. الرجاله كذابين. الرجاله متوحشين. شين 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 شين. ودلوقتي تعالي بقى لما رقيقي. اديني جيت اهو. رقيتك واسترقيتك من عين الذكور. ان كانوا رجاله او حيوانات او طيور. مبروك عليك يا شابه. ودلوقتي معه دستور المملكه. دستر الممنوعات عندنا طبعا الرجاله او ثم الحشيش والقمار. ايه يا اختي الهدوم المتنيله اللي انت لابساها دي؟
سيد ملك يا اختي. مين؟ فريد؟ يا زين. ايوه يا زين. خد صوتك خد صوتك. انت جاي هنا ليه؟ جاي ادور عليك. يا نهار اسود اعمل معروف خدني من هنا احسن هيذبحوني. ايوه ايوه بس قمر انا مستني قمر. قمر؟ وقمر دي تبقى ايه؟ حبيبتي. حبيبتك؟ وحبيبتك دي حلوه ولا وحشه زي حبيبتي؟ حبيبتك وحشه؟ رياض القصب يا ابني رياض القصب. بتشتغل هنا الطبيبه الشرعيه. طب فين هي؟ عايزين نتفرج عليها. ياسمين شايف يا سيدي؟ تصور ما تجيش الا على ذا القطط. زق انت زق زق وحشه زق زق قوي شبهي شبهي شبهي. فين يا حبيبي وانا بدور عليك؟ اي لاف يو. اي يا ضلوعي. يا وليه انت مش تشوفي لك حد غيري بقى؟ هو في حد غيرك؟ تعال معايا تعال. اعملي معروف ابعدي عني احسن اخرب بيتك. انت هتيجي معايا ولا اوديك في داهيه؟ هو في داهيه احسن من كده؟ زقي يلا بينا. يا هدى ازيك يا حبيبتي؟ اهلا اهلا عمتي. فريد بنت عمتي. اهلا وسهلا انشانتي اتفضلوا. ميرسي ميرسي اهو. اهلا 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 بيك يا عايده ما شفتك موت شغبه. الا قولي لي هي كانت فين بنت عمتك دي؟ ما عرفتنيش بيها من زمان ليه؟ اه اصلها كانت تعبانه شوي. تعبانه؟ لا سلامتك. تليفون عشانك يا ست عمتي. حاضر دقيقه واحده. اسمعي عايده عن اذنكم. اهم رجاله وخيانه الرجاله. رجاله؟ انا عمري ما شفت رجال. هو في هنا رجاله ولا ايه؟ ما تخبيش عليا. قمر فهمتني كل حاجه، حكيت لي كل الحكايه. قمر؟ هي مجنونه؟ عايزه توديني في داهيه ولا ايه؟ على كل حال اطمني، احنا كلنا زي بعض. هو انت رخرة؟ ايوه. انا كمان ضحيه من ضحايا الرجال. مش انت اول واحده جوزها خانة؟ يا قمر حكيت لك على اللي عملوا فيا المنيل جوزي. ايوه. ما تفكرنيش لحسن انا جسمي بيقشعر. معلش ربنا هينتقم لك مني. هو اللي يجي على الولايه يكسب. ابدا. عن اذنك يا حبيبتي اتفضلي يا اختي. ها يا فريد مبسوطه؟ طبعا. اهلا اهلا قمر. اهلا بيك يا قمر. الحمد لله. انت فين من زمان؟ انا موجوده اهو. دي فريده بنت عمتي. لطيفه قوي. كانت اصلا كانت برضه تعبانه. برافو يا عايده برافو. ها عجبتك راسك؟ عجبتني قوي. امال بتضحكي ليه؟ بضحك على الست اللي بترقص لستات. امال عاوزاني ارقص لمين؟ لرجاله. انت ما تعرفيش ان كلمه رجاله هنا ممنوعه باسم القانون؟ ويبقى الرقص لازمته ايه؟ للستات طبعا علشان تمتع نفسها وتنسى الحب. هو الحب يتناسي؟ ده الحب حياة القلب. بس يا فريدة ما تحركيش اشجار. تسمح توقفي معايا؟ طبعا طبعا. على فين؟ على البيت طبعا. لا مش ممكن، لازم تكملوا السهرة عندي في البيت. لا 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 ميرسي مرة ثانية. لا لا انا هروح اغير هدومي وجاية حالا. عشان خاطري ما تكسفنيش. يا ولية اعملي معروف، ده انت ما خليتيش اوضة في بقي الا لما مماليتيها اكل. طب وماله مطرح ما يسري يمر. ايوه ده بس مش هيمري، ده هيطلع روحي. بعد الشر على روحك ان شاء الله. انا يا ريت اغصى عليك. تقدري تفهميني بقى
نقلتيني ليه من الأوضة اللي في المستشفى وجبتيني هنا في عنبر البنات؟ لأن كل مستجدة على المدينة لازم تقضي مدة في المعسكر عشان تتمرن على حياتها الجديدة. طيب والمدة دي كتير؟ لحد ما يلاقوا لك شغلة تاكل منها عيش. ها وتفضل انت كده قاعدة على قلبي زي قرد قطع لغاية ما يلاقوا لي شغلة اكل منها عيش. انا منتدبة رسمي عشان مراقبتك صحية. يا وليه اختش على دمك وانت ما اللي عندكيش حد غيري. والبروجي ده عشان ايه؟ ده عشان البنات العسكريات يخشوا يناموا. طيب قوم انت بقى بالسلامة علشان البنات ما يصحش يبانوا عليك. لا انا قاعدة هنا رأبك عينك تبص كده تبص كده تبص كده. يا صلاة النبي. اهي نامت. تعالي اوريكي الشابة الجديدة اللي جت من مصر. انتي من مصر؟ ايوه يا اختي من كايرو. وجيتي امتى؟ من يومين. يا بختك. الله يبختك. يا اسمك ايه؟ اسمي يا اختي اسمي ياسمين. ياسمين ايه؟ ياسمين ياسين. وعندك كم سنه؟ عندي كم سنه؟ هذه اللي مانيش عامله حسابها ابدا. استلا يستفونت لا تدول. خلاص مبروك 25 سنة. ايه وده معقول؟ ايوه ده معقول. اسمعوا يا بنات ما تقعدوش تضيقوا عليا، عندي 25 سنة من يوم ما اتولدت. ايه عاوزين ايه؟ لا يا اختي انت منقصة شوية. وشرف طنط ابدا. طب قولي لي انت متجوزة؟ لا يا اختي متطلقة. يا حسرة زينا حامل. ايوه صحيح حامل. حامل؟ يا ريت يا اختي الا مرات جوزي الاولانيه من غيرتها مني عشان انا جميله قعدت تكتب لي في اعمال لغايه ما خلتني نوع حبل. ما تعرفيش في مصر الجديده واحد اسمه حلمي؟ لو النبي يا اختي حلمي. حلمي الخاين الدون. وانتي يا شابه من مصر برضو؟ ايوه. وجيتي هنا ازاي وقعتي من الطياره؟ اسمتي يا اختي ايه سمو النبي ده احنا ولا يا غلا. وانتي يا شابه سبتي جوزك ليه؟ هو اللي سابني. احسن يخرب بيته ليه؟ اتجوز عليا وانا لسه الحنه في ايديا. يخرب بيتهم الرجاله يا اخ. وانتي يا خواجايا هو قشر اسود انا شاري اصفر زي ده. هو مش ممكن يسيب دي انا هسيبه. جيت حيده انا مبسوط قوي. يا اختي كنت نيلي شعرك بستين نيله وخلصينا. طب وانتي حماتي يجيلها حمى. وانتي يا اختي مرات ونمرة اتنين. الله يخرب بيته. وانتي يا شابه بيهب ولاد زياده مني. بيهب يا اخي هب بوك. وانتي زعلتي جوزك ليه؟ ايوه انا اقول لك يا اختي انا زعلت من جوزي ليه اصلا؟ انا ربا وليه الا ده انا كنت متجوزه راجل ولا كل الرجال كان طول بعرض شنبات وكان كل يوم يا اختي يقوم الصبح اروح فقعه دماغ يروح نايم اقومه اديله ركبه يقع اقومه واديله بوكس يقع ويقوم. وانما كنت ممشياه على العجين ما يلخبطوش. انتوا عارفين يا عيال روايه شمشوم ودليله؟ يخرب بيته فهم سر قوتي وقام الصبح بدري مره وراح قصت لي شعري نمره ثلاثه. اسكتي يا اختي الرجاله مالهمش في الطيب نصيب. يا حبيبتي اسمع في المملكة يا بنات المملكة الساعة 12 نص الليل المملكة مشطبة المرور ممنوع. ناموا يا بنات ناموا يا ستات. يا بنات المملكة يا ستات المملكة الساعة 12 نص الليل المدينة مشطبة المرور ممنوع. ناموا يا ستات ناموا يا بنات. ايه ده يا اختي؟ دي المنادية اللي بتنادي كل يوم لمنع التجول. منع التجول؟ يعني مش هنقدر نروح ولا ايه؟ انا عارفة ايه اللي اخرنا لحد دلوقتي. الكلام اخرنا بسيطة. باتوا هنا الليل. نبات هنا ازاي؟ ننام احنا التلاتة في الصغير. معقول؟ معقول ازاي؟ انت ناس انك لازم تنامي لوحدك؟ ده صحيح. اصلي بنت عمتي ما تحبش ابدا تنام جنب حد. هي تنام هنا على الكنبه وانا وانت ننام جوه في السرير. طب اتفضلوا اما اديكوا قمصان النوم. اتفضل.
خذ يا فريد، خذ يا أب. يلا لا لا يا اختي، انا كسف اقلع قدام حد، انا لازم اقلع في الصالون. عم اذنكم بتنكسفي؟ انا عمري ما شفت ست بتنكسف من ست. معلش هي طبعها كده. الا قولي لي ونبي عايز، ما عندكيش حاجه تتغطى بيها بنت عمتي؟ طبعا. ميرسي. خدي يا فريده عشان تتغطي. اهي كلها ليله اقضيها هنا ومن بكره الصبح طيران. ياسين جراله ايه؟ هيروح فين يعني؟ انا خايف يكون جراله حاجه ويعطلنا عن السفر. ما تخافش، بكره ندور عليه ونسافر على طول. ودلوقتي بقى نام وتصبح على خير. انت نام. هي الساعه بقت 12 وشويه، ننام بقى تصبحي على خير. وانت انا شايفه مالكوش مزاج للنوم ولا ايه يا قمر؟ انا هسليكوا شويه. اقعدي فريد. اقعدي. اقول لك يا اختي، واحد قابل واحد في السكه قال له الحقني. قال له ايه؟ قال له درسي. قال له طبعا عامل لك ايه؟ قال له حكيم سنان. قال له لا يا اخويا، انا احسن منك كتير قوي. قال له ليه بقى؟ قال له انا اخويا لما درسي بيوجعني ببوس الست بتاعتي اوامك بخف على طول. قال له طب الست بتاعتك بتفتح العياده بتاعتها الساعه كام؟ تصبحي على خير يا قمر، وانت من اهل يا عين. راجل؟ راجل؟ مين اللي قالك انه راجل؟ اللي قال لي كده الباسبور بتاعه. اهو. اعملي معروف يا عيني. خلي المسألة دي سر بيني وبينك. ما تفضحنيش. انت عارفة القانون يا قمر. تدخلي راجل في المملكة دي جريمة، وكوني اتسطر عليكي دي جريمة أصلا. ما أعرفش إن هو راجل. أنا بعرضك يا عيني. أنت صاحبتي طبعا ومش معقول تبلغي عني. ما تخافيش اطمني. أنا لقيت طريقة تخلصك من المسؤولية. ايه هي؟ اتحمل انا المسؤولية بدالك. ازاي؟ اخليه تحت حمايتي واتجوزه في السجن. تتجوزيه؟ مستحيل، هو ما يرضاش. ما يرضاش ليه؟ هو انا مش منظر؟ مش قصدي عايدة، اصله هيتجوزني انا كده. طيب انا هبلغ الملك. بلغ. هتحبسي. تحبس. هتموتك. ما يهمنيش. رايحة فين يا عايدة؟ مفيش دعوة. Yeah.
وعرفت منين ان انا راجل؟ من الباسبور بتاعك اهرب دلوقتي. طب انا هدور على ياسين واجيلك على البيت. متاكده كويس من الكلام اللي بتقوليه؟ متاكده مولاتي. وايه اللي خلاكي تتاكدي؟ الباسبور ده يا مولاتي. اوريني. يوه ده راجل، ده صحيح راجل. لا وحلو كمان، انا حضيح دمه. يا اختي عليه ده مسمسم قوي، انا هقطع لحمه حتت. بس انا خايفه لا يكون هرب يا مولاتي. ما يقدرش يهرب، ابواب مملكتي كلها مقفله. اسمعي، انا هبعت معاكي حارساتي عشان يقبضوا عليه. امرك يا مولاتي. اتفضلي. اسمعي افندم، مفيش داعي تقولي للحارسات انه راجل. بس الخاينة المجرمة هي مولاتي. دي كدابة يا مولاتي، ما صدقهاش. ايه انا كدابة؟ اهي طب عيني في عينك كده اهو. يا باي على عينك اللي تندب فيها خصاصة. خدوها جرجروها مرمطوها ارموها في السجن اعذبوها لحد ما تعترف. مظلومة مظلومة دي كدابة. امشي. تسمحي بكلمة يا مولاتي؟ ايه قولي. افتكر احسن نسيبها. ازاي؟ عشان ضروري هتقابل، بالطريقة دي نمشي وراها نعرف مكانه فين ونقبض عليه. آه. ده صحيح راجل، لا وحلو كمان، انا حضيح دمه. يا اختي عليه ده مسمسم قوي، انا هقطع لحمه حتت. بس انا خايفه لا يكون هرب يا مولاتي. ما يقدرش يهرب، ابواب مملكتي كلها مقفله. اسمعي، انا هبعت معاكي حارساتي عشان يقبضوا عليه. امرك يا مولاتي. اتفضلي. اسمعي افندم، مفيش داعي تقولي للحارسات انه راجل. بس الخاينة المجرمة هي مولاتي. دي كدابة يا مولاتي، ما صدقهاش. ايه انا كدابة؟ اهي طب عيني في عينك كده اهو. يا باي على عينك اللي تندب فيها خصاصة. خدوها جرجروها مرمطوها ارموها في السجن اعذبوها لحد ما تعترف. مظلومة مظلومة دي كدابة. امشي. تسمحي بكلمة يا مولاتي؟ ايه قولي. افتكر احسن نسيبها. ازاي؟ عشان ضروري هتقابل، بالطريقة دي نمشي وراها نعرف مكانه فين ونقبض عليه. اه والله فكرة. اسمع يا فريد، دورت على صاحبك في كل القصر ما لقيتش وش يركاني ابدا. خلاص الحمد لله لقيته. امال هو فين؟ لطشته الطبيبة الشرعية بتاعتكم. على فكرة وحشة قوي. عارفة انها وحشة خالص، على العموم اللي احنا عرفنا طريقه. اسمع فريد، انا هروح الكازينو دلوقتي. اجي معاك؟ لا انا رايح اجيب هدومي وشويه حاجات عشان نهرب من هنا على طول، وانت شقي وبعدين تعمل شقاوه وتتفضح هناك. لا اوعدك. اذا كان كده مفيش مانع. يلا فيك. هنعمل ايه دلوقتي؟ على الطياره زواغان. وزميلي انت مش بتقول ان عند الطبيبه الشرعيه؟ نروح. تعال تعال. هي دي اقبضوا عليها. أنا متأسفة يا حبيبتي إن أنا أزعجتك، لكن خلاص أطلقت سراحك، مع السلامة. أنا متشكرة قوي يا مولاي. فريد أفندم. وقعت بلسانك. اخص على غباوتي حضرتك. عايزاني يا مولاتي؟ إيه لا يا شيخ، قول كلام غير ده. أنا عارفة إنك راجل ومعايا الدليل اللي يثبت بانك انت راجل رسمي. ابدا ابدا يا مولاتي، طب فين هو الدليل؟ هو خد شوف، تقدر تنكر انك انت ما انتش راجل رسمي؟ وانكر ازاي بقى ما انا رحت في ده يا رسمي؟ قدامك حاجه من الاثنين تقدر تنقذ فيها حياتك، يا السجن تترمي فيه معذب، يا القصر تعيش فيه سعيد. مش فاهم يا مولاتي، ايه قصدك؟ قصدي تتجوزني. يا لهوي، لكن يا مولاتي ده في فرق كبير قوي بيني وبينك. تقصد ايه؟ لا 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 ابدا، لا 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 لا
قصدي يعني حضرتك كبيرة قوي في السن وفي المقام وملكة كبيرة وأنا حتة فقير صغير قد كده. الحب ما دخلش فيه الغني والفقير. كم من فقير حب غنية وكم من غنية حبت فقير. مولاتي لكن يا مولاتي عيب يا مولاتي. الحب يا مولاتي نص عليك ما تعرضنيش. اقبضوا على المجرمة دي، خدوها ارموها في السجن. من عيني حاسبي يا اختي. يلا قدامي يلا كده ليه قدامي. جوه مين ياسين؟ فريد الله يخرب بيتك. ودي مقابلة تقابلني بيها يا بارد. ودي عاملة تعملها فيا انا يا سائح، يعني بنزين الطيارة ده ما يخلصش غير فوق المملكة المنيلة دي. يا سيدة ده احنا اتفرجنا على حاجات لطيفة. لطيفة؟ ده عقلك اللي لطيف. قولي ايه اللي رماك الرمية السودة في السجن المهبب ده؟ واحدة الله يجازيها بلغت الملكة ان انا راجل. راجل؟ مش معقول. وبعدين؟ خدوني ودوني على الملكة. حلو. عرضت عليا يا تتجوزني يا تموتني. تموتك؟ وبعدين؟ موتتني طبعا. يا راجل قول كلام خير، ده ما انت عايش اهو. ودي عيشه دي يا ياسين. طب ما تتجوزها يا اخي وخلصنا. اتجوزها؟ اه. وقمر يا اخي اللي بحبها وبتحبني. قمر؟ طيب يا حبيبي خليك بقى ورا قمر لغايه ما تشحت. لكن ما قلتليش انت دخلت السجن ليه؟ اتهموك بحاجه انت كمان؟ امال يعني جاي صيف؟ الولايه الطبيبه الشرعيه اكتشفت برضو ان انا راجل فقالت لي اتجوزني، فانا ما قبلتش. قبلتش ليه؟ لانها ارجل مني، فمن غيظها مني سلطت عليا ان انا سرقت الصيغه بتاعتها ولذلك مرمي في السجن. يا سلام. صحيح يا اخي ان كيدهن عظيم. لكن يا ترى هيعملوا فينا ايه بعد الرميه المهببه دي؟ ولا حاجه، هيحطونا في قفص ويلففونا في المدينه وفرجوا علينا نسوان البلد. مين عارف يمكن قمر تخلصنا. انا اسفه حقك عليا معلش، ارجوك تسامحيني بقى. قمر اسمعي بس عدي، انا عملت كده في سعد جنون. هاتلها واحد ليمون وانا فنجان قهوه مظبوط. جنون وحيفيد بايه بعد ما اترمى في السجن؟ يا ريته اترمى في السجن. يعني ايه ولك انت تقوليها؟ ما هو لو كان في السجن انا اقدر اخلصه، اللي انا خايفه منه لا تكون الملكه خدته بنفسها. احسن عشان يقبل نابك ولا نبي. انا زعلان عليه اكتر منك يا شيخ. وحيفيد بايه الزعل؟ انا لازم نخلصه. انا عندي فكره. ايه هي؟ بعدين اقولك. قابلين الليله الساعه 7 عند سور السجن. يا رب نقدر نخلصه يا رب. عايزه ايه تاني؟ معلش سامحني في اللي عملته. ايه؟ انت في واحده هنا؟ لا يا اختي مش واحده، ده واحد. انت واحد راجل؟ امال يعني واحد قهوه؟ وايه اللي جابك هنا؟ اصل اتفقت انا وقمر نخلص. قمر هي فين؟ مستنياني بره، المهم انك تيجي معايا دلوقتي. نروح فين؟ ده الحراس اللي بره ولا حراس جوانا. ولا يهمك ما تخافش، احنا بنجناهم ومش حاسوا قبل بكره الصبح. كده طب يلا بينا قبل ما تقلب فرصه. تشرب بمقابلة جلالتك علشان سر خطير. سر خطير؟ خليها تخش. روحوا انتوا. يلا يلا.
في ايه؟ نايبة يا مولاتي، كارثة يا مولاتي، مصيبة يا مولاتي. ايه يا بنت توقعتي قلبك تكلمي في ايه؟ المسجونة يا مولاتي اللي حضرتك أمرتي بسجنها. مالها؟ هربت من السجن مع واحدة تانية. وقعتك مطينة، وقعتك مهببة، أنا حنزلك لرتبة نفرايا. اسمعي، أنا هقول لك على سر خطير لازم تدفنيه في بير ملوش قرار. طبعا يا مولاي. المسكونة دي تبقى راجل. راجل؟ أيوه راجل. مسافة 24 ساعة لازم تقبضي عليه وتجيبيهولي لحد عندي، وإلا أنا هقبض عليه. ده أنا هنكش عليه المملكة حتة حتة، ده أنا هجيبهم تحت سابع أرض. راجل؟ اسمعي، السر ده حصة عينك تفتحي بقك وتبوحي به لأي إنسان. عيب يا مولاتي، ده لقطة لساني من اللغلوخ. إن ما كنتيش هتقبضي عليه النهاردة أنا هقبض عليك. أمرك يا مولاتي. راجل؟ راجل؟ هقولك على سر خطير خالص، بس هو يجيب سر الحد. أبدا، أنت عارفة المساجين اللي هربوا فيهم راجل. راجل؟ هو يجيب سر الحد. أبدا. هقولك على سر خطير بس اوعي تجيبي سيره لحد. ابدا، المساجين اللي هربوا من السجن كان فيهم راجل. راجل؟ ومين اللي قالك كده؟ ودي انت السجن بنفسها. طب خليها في سرك بقى. اوعي تقولي لحد. ابدا، المساجين اللي هربوا فيهم راجل. راجل؟ اه. ايه في ايه؟ اوعي تجيبي سيره لحد. اوعى. راجل؟ راجل؟ المساجين اللي هربوا فيهم راجل. راجل؟ اوعي تجيبي سيره لحد. وده معقول؟ يا فستان طويل يا فتانه، اقولك على سر واقول لك ما تجيبيش سيرته لحد ابدا. ابات واصبح، قال المملكه كلها عارفه بالسر ده. ابدا يا مولاتي ابدا، اعدم عيني ونظري اني ما جبت سيره لحد. يا اختي خشي في عبي خشي، امال الرعيه دي كلها عرفت منين ان المسجونه اللي هربت من السجن تبقى راجل؟ يا مولاتي انت عارفه ان الستات بيشموا ريحه الرجاله زي القطط ما بتشم ريحه الفران. ها؟ حق علي انا اللي امنتك على سر. صحيح، صدق المثل، عمر الست ما تحفظ سر. مولاتي يا كبيرة الامينات، اجمعي الليلة مجلس ادارة المملكة لامر خطير. قوري من قدامي يا فتانه ياللي ما تتبل بفوق الفوله. امشي. طب اشطر بس سكوت، احنا هنا فين؟ ايه حمام من غير ميه؟ صدق من قال ان الستات لتاتين؟ اسمعوا، انتوا عارفين احنا مجتمعين النهاردة علشان ايه؟ علشان شو؟ علشان شو؟ عندي خبر خطير خطير هقول لكم عليه. ايه هو يا مولاي؟ ايه هو يا مولاي؟ شو هيدا؟ موجود في مملكتنا راجل. راجل؟ مالكم؟ بس انصرحتوا كده ليه؟ ما تطولوا بالكم. ايه بعدين؟ وبعدين؟ علشان كده انا جمعتكم النهاردة علشان نتفاوض في المسألة الخطيرة دي. وهو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ ما تطولوا يا اختي الرجال، استني. ايه؟ طولي بالك. قولولي لو مسكناه هنعمل فيه ايه؟ شو هيدا يا دلدي يا تعتيري، ما قبضتوا عليه بعيد؟ مملكة فلسوط مش اقدر امسك واحد راجل بس؟ مسيره يقع. المهم احنا عايزين نعرف رأيكم هنعمل فيه ايه؟ ودي عايزة رأي. نسجنه، نموته، نقطعه، نفرتكه. ده راجل عايز الدبح. وليش ما نخليه هون؟ يا اختي وهنعمل به ايه بقى؟ عشان جوزته واحد هاني من مملكة، جبته خلفة كتير. انا ما فيش مانع اقدم لك الخدمة دي. طيب وافترضي انه خلف رجالة ما خلفش ستات؟ مش لازم هو خلف رجال، خلف بنات فقط. يوه ازاي بقى؟ حضرتك اصدر امر ملكي ممنوع هو خلف رجال. سيبوا المسألة دي عليا انا، بس سلموهولي. امان يا ربي امان.
انا لازم امسك راجلتي اقطعه حته حته مشان ايه ادخل مملكه كلها ستات في ستات. امال انت عايزاه ادخل مملكه كله رجال في رجال؟ ما تطولوا بالكم بس لما ندور عليه. منيح انا بفتش عليه بنفسي. ايه وليه انا بفتش عليه بنفسي؟ ست رشوش انا افتش عليه بنفسي. سوس لما يسوس عظامك يا وحشه. شي كتير انا لازم افتش عليه. لا انا بفتش عليه بالراجل. انا اللي حصدر اوامري الملكيه. بات المملكه ويا شبات المملكه اسمعوا الاوامر الملكيه. لمناسبه وجود رجل بالمدينه تعلن الاحكام العرفيه. اولا منع التجول من المساء الى الصباح. ثانيا محاكمه كل من تتستر على الرجل او تمتنع عن تسليمه الى جلاله الملك شخصيا. رابعا منح مكافأة عظيمة لكل من تدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. فين؟ فين الحكاية؟ بيقولوا في رجل في المملكة. يا مرحبا. إيه الزحمة دي؟ بيقولوا في رجل في المملكة. راجل؟ لا فين الراجل؟ كلها على بنزين ما لقيتش وكل البلد بتدور على الراجل. ما تحملوش هم البنزين عليا، انا اجيب لكم كل حاجه. طب اعملوا معروف مستنيه ايه؟ الله مش لما تشوفوني اللي هيسافر قبلك. كلنا طبعا. كلنا ازاي بقى؟ الطياره ما تطلعش غير ثلاثة واحنا اربعة. وهي مين الرابعة؟ انا. انت؟ ليه انت كنت فاكرة نفسك انك هتسافر معانا؟ ايه هو معقولة اسيبكم تسافروا لوحدكم وانا عارفة فوقكم؟ لا ايه؟ طب ما الطبيبة الشرعية عارفة سرنا هناخدها معانا. يلا هنشوف جبنا سيرة القط جاي نص. يلا فريد. على فين؟ تعالى بس حبة. لازم نلاقي الراجل. دققي كويس في كل واحده تشوفيها. قمر انا اللي هسافر. وانا؟ انت تقعدي هنا. ازاي؟ انت اتولدتي هنا متعوده على الحياه كلها نساء في نساء. انا كمان عايزه اعيش في الحياه اللي اتحرمت منها. تعالي هنا راحت. حرام عليك يا فريد، بعد ما توقعني في حبك وخدعتني عاوز تسيبني. انا؟ انت مجنونه؟ ايوه مجنونه في حبك. حرام عليك، حرام عليك ابني كده. الحق الراجل المتنكر اهو، اقبضوا عليه. والله العظيم مظلوم وحياة ربنا ده انا ست زيكم. اقبضوا عليه. ما تصدقوهاش. واقبضوا على الست دي كمان. انا ليه؟ عشان انت خرجتي على قانون المملكه وبتحب راجل. عن قصر الملك. لا متاسفه، الاوامر اللي عندي اقبض على الراجل واديه. اللي فريد اعمل معروف، شوف لنا شويه بنزين نحطهم في الطياره وخلصنا من هنا. يا الله. ايوه بس يعني نسيب قمر وعايده. قمر وعايده؟ طب واحنا مالنا ومالهم؟ مش حبسوهم وخلاص؟ ويرضيك بعد ما حبسوهم علشاننا نقوم نسيبهم يشنقوهم؟ ايوه صحيح، انا في منتهى قله الاحياء. طب وماذا هو الحل؟ الحل؟ انا فكرت في حل على كيفك. ايه هو؟ اخر خبر. ايه؟ الملكه خطفت الراجل في اسرعها. خطفته؟ الملكه اتجوزت الراجل. اتجوزته ازاي؟ اللي حصل ده ظلم، ده استبداد. احنا لازم نشوف لنا حل الا تاخد الراجل ده كمان. اتجوزته؟ لازم نتجوز احنا كمان. كلام ملوك ملك كلام. ملكة مش لازم تكذب ابدا. كلم هي في اجتماع امس راجل مش موجود، النهارده الشعب يكلم راجل موجود عند ملكة. يطلع كلام شعب مظبوط؟ كلام ملكة مش مظبوط. راجل دي لازم اخرج حالا من عند ملكة. الحراس دي هنعمل فيها ايه؟ مالكش دعوة انت. لا انت يا بنت واقفة كده ليه؟ انت يا اختي ما شفتيش الراجل اللي ماسكينه هناك؟ او النبي راجل يا اختي رايح اهو. الحقوا يا بنات يا بنات. راجل فوق راجل. الحمالين يعضعضوا فيه يا اختي. فوق يا اختي فوق. الحقيقه تبقى فاتحه على المفيش. حاضر انا معلش مفيش تاني. اوعي تتاخري يا اختي يا اختي يا اختي. قمر قمر يا قمر. فريد مش فاتين. امال فين قمر؟
حطوها في زنزانة تانية. ليه؟ انت عاوزهم يحطوها في زنزانة الستات وهما فاهمين انها راجل؟ اه صحيح. ما تعرفيش هي فين؟ ايوه اعرف. اعملي معروف. طب اعملي معروف. يلا يلا يلا. ادي عربية ما فيهاش حد. طب ما انت يلا بينا نخطف ونروح نجيب الطيارة. يلا ليه؟ يا يخرب بيتك يا خلال. طيب راجل 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 حرب حرب يا ماما ينيل لك بالك يا اختي. عامله كده يا اختي؟ هنسمعكم لحظه واحده. اتفضلي يا اختي اتفضلي. ده احنا قاعدين مستنيين اهو. احنا ورانا ايه نزل المتهببه دي اللي في ايدك؟ اعوذ بالله. ايه اللي يخوف؟ الو الو لحظه واحده من فضلك. ايه ايه طب متشكرين قوي. اقعدي بالعافيه يا اختي اقعدي بالعافيه. استخاني استفوق. ايوه يا استاذ. الراجل المختفي سرق عربية الملكة ومعاه ثلاث بنات. بأمر الملكة ممنوع خروجه ومطلوب القبض عليه حالا. فاهمة؟ أيوة فاهمة. يا بنات الحول العربية اللي خرجت فيها راجل راجل وراها باللامبريتا بسرعة. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات راجل هرب هرب يلا يلا وراه. ايوه بصينا لقينا طيارته موجوده فنزلنا. ايوه يا اخويا تعالى معايا اعمل معروف عشان دول قابضين عليه. تعالى كده. مستنى الرجل مسكوه مسكوه. هدولي هو فين الراجل؟ هدولي انا عايزاه. اوعي يا بنت انت وهي. عايزة اعرف مين الشاطرة فيكم اللي قبضت عليه عشان اصرف لها المكافأة. لا دي المكافأة دي تمليها وتشربي ميتها. نفسك يا مدام كلهم قنبلين. يا ندانة وانا اللي هطلع من مملكتي بلا حمص؟ انا مالي شوفولي عريس ولو من السوق السوداء. يا سلام موجود العريس. فين هو؟ ياسين ها انا ذا هذه والله يا اخي احسن من الدكتورة الشرعية بتاعت الخيل. تعالني يا حبيبي على مهلك. انت على مهلي ده انا جاي لك جري سيدتي.